ازيكم عاملين ايه؟ انا خديجه تشايلد بيرث ادوكيتور اند دولا في كوينز رويال هوسبيتال، والنهارده هنكلمكم عن حاجه بنعملها في النيوبورن كير كلاس عندنا في المستشفى، وهي حاجه شهيره جدا وكل اب وام جداد بيبقوا خايفين قوي منها، وهي تغيير الدايبر او الدايبر تشينج. اول حاجه ازاي اختار الدايبر بتاعي. سمول تيب قبل ما اختار الدايبر، وهو ان انا الدايبر اللي هيلبسه البيبي في اول اسبوع من عمره ياريت ناخد منه باك صغير، عشان في خلال اسبوع هيبقى صغير على البيبي. فالسايز 0 او سايز 1 اللي هو اول سايز في الدايبرز بناخده باك ما يعديش العشرة، عشان في خلال الاسبوع ده هنلاقي نفسنا وي سايزد اب. تاني حاجة مهمة قوي، انه الدايبر اللي بنشتريه يكون عنده فتحة للسرة. السرة اول ما البيبي يتولد بتكون عليها كليب ولسه لاصقه في البيبي، فما ينفعش نجيب عليها اي كوفرنج لحد ما تقع لوحدها، فده مهم قوي في الدايبر بتاعنا. تاني حاجة المقاس. من اهم الساينز اللي تقول لنا انه المقاس ده صغير على البيبي، وهو ممكن الالتهابات اللي بتحصل حوالين الرجل، او شايفين الصورتين دول اللي على السايدز بتاع الدايبر لازم يبقوا متغطيين بالستكس. اول ما يبتدوا يبانوا احنا we need to size up. اهم حاجة هي السيت اب بتاع الدايبر changing. طبعا الاحسن يكون عندنا دايبر ستيشن عشان كل حاجة تبقى جنبنا، عشان ما ينفعش خالص نسيب البيبي على المكان اللي احنا بنغير فيه حتى لو كان البيبي ما بيتحركش. لازم كل حاجة تبقى قدامنا في الليفل بتاع ايدين الام، عشان يبقى اسهل ليها ان هي فريكونسي بتاع تغيير الدايبر. وتاني حاجة ما تضرش ظهرها لو هي هتوطي على سرير ولا حاجة. اي حاجة مستوى ايديها، ترابيزة، غسالة، اي حاجة، المهم يكون كل حاجة جنبها وهي ما تضطرش تروح لاي حتة عشان تجيب حاجة. مهم جدا ان احنا مكان تغيير الدايبر بيتعقم في كل مرة. وتاني اهم حاجة ان انا قبل وبعد ما اخلص تغيير الدايبر اغسل ايديا كويس قوي، وياريت يبقى جنبي هاند سانيتايزر ان انا اعمل سانيتايزيشن لايديا، خاصة لو البيبي عنده دايريا. احنا ما نعرفش سبب الدايريا ده ايه، فلو هو فيروس انا كل اللي بعمله مع كل دايبر تشينج انا بنشر الفيروس ده في البيت كله، وبنبقى بنتساءل ليه البيبي ما بيخفش. فمهم قوي نعقم المكان اللي حصل فيه تغيير الدايبر وقت الدايريا. وتاني حاجة الدايبر اللي فيه دايريا لازم يتحط في سيبريت باج، بلاستيك باج، ويترمي على طول في التراش بين الكبيرة، ما نحطوش في دايبر جيني جنبنا خالص. تعالوا نتعلم مع بعض ازاي نغير الدايبر بالطريقة الصح. طبعا الدايبر ده معمول بطريقة غلط on purpose، وهتعرفوا بعد ما تخلص الفيديوز ايه الاخطاء وازاي ما نعملهاش ونتفاداها. اول حاجة تغيير الدايبر البيبي لازم يكون في البوزيشن دي، ما ينفعش يكون في البوزيشن اللي قدامي، عشان هضطر اعمل حركات غلط هتعرفوها كمان شوية. الصح انه البيبي يكون بالعرض، ويريد الدايبر يكون اقرب للايد اللي انا بستخدمها، واللي هي مثلا لو انا بستخدم ايدي اليمين الدايبر يكون جنب ايدي اليمين، فلو انا بستخدم ايدي الشمال الدايبر يكون جنب ايدي الشمال. اول ستيب اخد الدايبر الجديد واعمل له ستريتشنج. الستيب دي مهمه جدا عشان الدايبر از ميد بيزيكلي اوف بلاستيك، فلو هو سكرانشي اراوند ذا بيبي هيعمل له الم جنب الرجلين. ستيب 2 احط الدايبر الجديد الاول. ستيب 3 اي بليس ماي بيبي وذ ذا اولد دايبر على الدايبر الجديد. لو انا ام الولد لازم يكون جنبي تاول جاهزه عشان الاكسيدنت اكون سريعه في الحركه، وانتوا فاهمين طبعا انا قصدي ايه. ستيب 3 هفتح الدايبر القديم وهنزله لتحت واخليه تحت البيبي فور ا سكند. ناو كل الامهات طبعا طبعا احنا بنغير البيبي ونرفع له رجليه ونمسح وبعدين نروح ناخده للحوض وحاجات كده، طبعا عايزين نتعلم النهارده ايه الصح عشان كل ده بيضر البيبي اكتر ما هو بيفيده. اول حاجه ممنوع نرفع رجلين البيبي لفوق، اول حاجه هنأثر على فقرات رقبته. تاني حاجه وحاجه مهمه قوي، احنا ده بالحركه دي بنسبب للبيبي ارتجاع، وخاصة الارتجاع الصامت. ليه؟ عشان في العصب اللي تحت المعدة بيتداس عليه لما نرفع البيبي بالطريقة دي، فأنا بسد العصب ده بخليه ما يبعتش أي مسجز للمخ، ويقعد البيبي في ارتجاع لمدة أيام، وما يتعالجش الموضوع ده إلا لما فقرات البيبي تكبر شوية ويبعدوا شوية عن العصب. بعد كده هنستخدم قطن ومية في تنظيف في الاريا اللي من قدام للبيبي، والقطنة اللي احنا استخدمناها تنزل في الدايبر المش نظيف. تاني حاجة هجيب البيبي on the side من الصدر
وهنضف الاريا اللي ورا. ممنوع اسحب من الايد، ممنوع اسحب من الرجل، انا كده ممكن اعمله هيب ديسلوكيشن. ونضف كويس جدا everywhere، استخدم as much قطنة اذا كان، احط القطنة في الدايبر المتوسخ واشيله. هنا لما احط البيبي على الدايبر النظيف انا مش هخاف من الاكسيدنتس، لو عمل اي اكسيدنت اوريدي في حاجة موجودة. بعد كده هجيب الدايبر كريم وهحطها على الاريا around the baby's genitals. اهم نقطة ما ننساهاش وهو انه دايبر راش كريم لازم يغطي most of the area اللي متغطية بالدايبر، وده including المفصل واسفل البطن وكمان الكل الاريا اللي ورا بالرجلين. في نقطة مهمة قوي والستات تنسى تعملها، وهي ان احنا الكريم ما ينفعش نحطه ونسيبه ابيض بالطريقة دي، محتاجين نورك اوت ذا كريم زي كأننا بنعمل ابليكيشن لأي كريم في وشنا لحد ما يروح وجت absorbed by skin. دلوقتي محتاجين نلبس البيبي دايبر، فلما نيجي نرفع الرجلين الظهر ما ينفعش يترفع من على الاريا، فانا برفع الرجل بس والظهر مستقيم على السرير والبس الدايبر. بعد كده هغطي البيبي اريا واقفل يمين وشمال. تمام، بعد ما قفلنا الدايبر هنيجي لأهم ستيب، وهي ان احنا نتأكد ان الدايبر بتاعنا صح. اول حاجة اتأكد انه السرة مش متغطية خاصة قبل ما تقع، فحتى لو الدايبر فيه الفتحة بتاع السرة لو هي مغطياها احنا لازم نعمل لها تانية لجوه. تاني حاجة مهمة قوي نتأكد انه الدايبر ما يكونش داخل لجوه من هنا، البيبي بتاعنا ممكن يقعد يبكي لساعات واحنا مش عارفين السبب ليه، وهو انه حتة البلاستيك دي عاملة له ألم في رجله. تالت حاجة ودي مهمة قوي، وهي ان احنا نتني الدايبر ده لجوه عشان الاكسيدنتس، لو حصل اي اكسيدنت والبيبي عمل حاجة زي اسهال ما يطلعش فوق ويعمل لنا حاجة حلوة كده في السرير. تعلمنا النهاردة ازاي نغير البيبي الدايبر بالطريقة الصحيحة. لو عايزين تعملوا براكتس لده وتتعلموا حاجات تانية كتير عن العناية بالمولود، تعالوا للنيوبورن كير كلاس في كوينز رويال هوسبيتال. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لرحت بالي تشانل.